الأمير السعيد، حكاية من التراث الإنجليزي. كان تمثال الأمير السعيد منتصبا فوق تلة تطل على البلدة بأسرها، وكان التمثال مرصعا بأوراق الذهب، وله عينان من أحجار الزمرد الكريمة، كما زينت ياقوتة حمراء مقبض سيف الأمير. كان التمثال مفخرة أهل المدينة، إذ كان الجميع يغذي ناظريه برؤية جماله وروعة صناعته. وفي إحدى ليالي الخريف الباردة، اقترب أحد طيور السنون المهاجرة إلى الجنوب من البلدة بعد أن تاه وضل الطريق، فطار إلى ساحة البلدة، ثم حط بين قدمي التمثال ليريح جناحيه من عناء السفر، فشعر بالأمان والراحة في أحضان هذا العش الذهبي، فنام سعيدا مطمئنا. الغريب، لن يفيدني هذا العش الذهبي ما لم يمنع عني قطرات المطر. يجب أن أجد مكانا آخر. وبينما هم السنون بالانطلاق، نظر بحزن إلى السماء، فشاهد الأمير السعيد يبكي والدموع تنهمر على وجنتيه. ما بالك تبكي يا عزيزي؟ أنا الأمير السعيد، لم أعرف البكاء أبدا عندما كنت على قيد الحياة، لأنني كنت سعيدا جدا، ولكن بعد موتي وضعوني هنا فوق هذه التلة، وها أنا ذا أرى الناس وقد أعياهم البؤس وهددهم الحزن. هلم إلى كتفي وانظر إلى ذلك الطريق الضيق هناك. شاهد السنون طفلا صغيرا يتوق إلى تناول برتقالة، وأمه المسكينة تعمل بجد واجتهاد، ولكنها لا تستطيع أن تشتري الفاكهة لطفلها. أيها السنون، أرجوك خذ ياقوتة سيفي هذا إلى تلك المرأة. تردد السنون قليلا، إلا أنه سرعان ما انصاع لرغبة التمثال بعد أن نظر إلى وجهه ورأى الدموع في عينيه. وعندما رأى الفرحة في وجه الأم وطفلها، شعر بسعادة بالغة لما أقدم عليه. اشتد البرد في تلك الليلة، ووصلت موجة الصقيع الأولى. كم كانت دهشة السنون كبيرة عندما استيقظ بفعل البرد، وكانت تلك هي تجربته الأولى مع هذا النوع من البرد القارس. وبعد أن غسل وجهه بماء النهر، عقد العزم على الرحيل. لقد أتيت لتوديعك أيها الأمير، سأنطلق اليوم في رحلتي إلى الجنوب. أرجوك أيها السنونو، لما لا تبقى معي يوما آخر؟ انظر، أترى ذلك الشاب الجالس في مقعده؟ ها؟ ورأى السنونو شابا جالسا يكتب مسرحية للأطفال. كانت يدا الشاب ترتجفان من شدة البرد، حتى أنه توقف عن الكتابة، وكانت معدته خاوية تشكو من الجوع وتطلب الطعام. اسمع أيها السنونو، خذ إحدى عيني إلى ذلك الشاب، سيبيعها ويشتري بها طعاما وحطبا. وأصيب السنونو بدهشة بالغة، كيف له أن يقتلع إحدى عيني الأمير الجميلتين؟ فكر بفرحة الأطفال، خذ عيني هذه، خذها. وهكذا اقتلع السنون عين الأمير باكيا وحملها إلى الشاب.
وفي اليوم التالي قرر السنون الرحيل إلى الجنوب مهما كانت الظروف. أيها الأمير، لقد أتيت لأقول وداعا. أرجوك أيها السنون، ابق معي يوما آخر. لقد حل الشتاء وستتساقط الثلوج عما قريب، يجب أن أصل إلى الجنوب قبل تراكم الثلوج. انظر، هناك فتاة تبيع أعواد الكبريت تبكي في ساحة البلدة. لقد تعثرت الفتاة فوقعت وأسقطت كل ما لديها من أعواد الكبريت في القناة، وها هي تبكي وتندب حظها العاثر. عند ذلك قرر السنون تأجيل موعد سفره يوما آخر. لن أحتمل رؤية الفتاة بينما يوبخها أبوها، أرجوك اقتلع عين الثانية واحملها إليها بسرعة. تأثر السنون لسماعه كلمات الأمير فأجهش بالبكاء. والآن هيا يا صديقي، خذها وانطلق بها إلى الفتاة، هيا أرجوك. اقتلع السنون عين الأمير باكيا وطار بها إلى الفتاة. شكرا شكرا. منذ ذلك اليوم قرر السنون البقاء إلى جانب الأمير. لم لا تطير إلى الجنوب يا صديقي السنون؟ وكيف لي أن أدعك هنا وحيدا؟ سأبقى إلى جانبك وإلى الأبد يا أمير العزيز. شكرا لك يا صاحبي، شكرا. عفوا يا أميري، سأبقى هنا. كان الأمير شاكرا لطيبة قلب السنون. أريد منك شيئا آخر، طر فوق البلدة لكي تتفقد أحوال أطفالها. طار السنون فوق البلدة دون أن يبالي بالرياح الباردة. وأخبر صاحبه الأمير بكل ما رأته عيناه. أيها السنون، جردني من أوراق الذهبية وخذها إلى الفقراء والمساكين. حسنا. وهكذا واصل السنون تلبية رغبات الأمير بتوزيع الأوراق الذهبية على الفقراء، وبعد ذلك أضحت ثياب الأمير رثة بالية. ثم تساقطت الثلوج وأصبح الطقس باردا جدا، وبالرغم من ذلك تابع السنون عمله بجد واجتهاد، وتعرى الأمير من ثيابه تماما، واستمرت الثلوج بالتساقط طوال يوم كامل. وهكذا وصلت هدايا الأمير إلى الناس المساكين، فشعروا بالسعادة والهناء، ولكنهم لم يعروا الأمير وصاحبه السنون حتى القليل من التفكير أو الاهتمام. وحاول السنون تدفئة نفسه ولكن دون جدوى، لقد كان الموت يتربص به. استطاع السنون أن يطير إلى كتف الأمير. والآن وداعا أيها الأمير العزيز، وداعا. هل قررت الرحيل إلى الجنوب؟ كلا، لن أرحل، سوف أبقى بجوارك إلى الأبد يا أعز الأصدقاء. وهكذا مات السنون، وفي تلك اللحظة تحطم شيء داخل التمثال، إنه قلب الأمير. لقد تحطم قلبه حزنا على صاحبه، وبعد ذلك سقط تمثال الأمير ببطء وهدوء. وهكذا خلد السنون إلى جوار الأمير إلى الأبد.
ومنذ ذلك الوقت وسكان المدينة يتناقلون قصة الأمير والسنون جيلا بعد جيل.